موجة احتجاجات امتدت لأسبوع في كركوك وقطع طرق رئيسية رفضاً لقرار الحكومة العراقية إخلاء مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني في المدينة وعودته إلى ممارسة أنشطته السياسية. هنا تدخلت القوى الأمنية وفرضت حظر التجوال في المدينة لتنتهي الاحتجاجات والاعتصامات، ولكن بمقتل 4 أشخاص. وإن كان الهدوء عاد إلى محافظة كركوك فإن الأزمة لم تنتهي، حيث إنها تتوالى منذ 25 من شهر آب أغسطس الماضي. الاحتجاجات تأتي ضد قرار إخلاء مبنى قيادة العمليات المشتركة وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني ولقوات البيشمركة تحديدا. جذور الأزمة تعود لعام 2014 حين دخلت قوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان وانتشرت في قواعد عسكرية عقب ظهور تنظيم داعش الإرهابي. تولت حينها سلطة الأمن في المدينة طوال 3 سنوات. بعد 3 أعوام عاد الجيش العراقي والقوات التابعة للحكومة العراقية لدخول كركوك، وتحديدا في 16 من تشرين الأول من عام 2017 بعد تنظيم أربيل استفتاء في أيلول من العام نفسه لضم كركوك إلى الإقليم. بعد دخول القوات العراقية إلى كركوك أخلى الجيش العراقي مبنى الحزب الديمقراطي الكردستاني وحوله إلى مقر قيادة عمليات كركوك، وهو الأمر الذي جعل الحزب الديمقراطي الكردستاني يطالب به كونه استخدمه سابقا. الأمور قد تكون هلأت في المحافظة التي تستعد لانتخابات مجلس المحافظات نهاية هذا العام، وفيها تشتد المنافسة والصراع، حيث لم تشهد كركوك سوى انتخابات محلية واحدة في العام 2005 كانت مثار جدل بين مكونات المحافظة التي يسكنها خليط من العرب والتركمان والأكراد إضافة إلى أقلية مسيحية. ضيوفي من بغداد الدكتور حيدر البزرنجي الباحث السياسي، ومن أربيل عماد مجلان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني. أهلا بكما أستاذ عماد من أربيل. بماذا يعلق الحزب الديمقراطي الكردستاني تسليم المقر تم إرجاؤه؟ هل تتهمون جهة ما بأنها لا تريد أن يعود الحزب إلى المحافظة من جديد؟ بداية تحية لك أستاذ طارق ولمشاهدينك قناتكم الأكارم. يعني اعتدنا على غالبية قوى الإطار لا عهد لهم ولا ميثاق، قبيل التشكيل الحكومات يأتون ويوقعون على كل اتفاقيات، مجرد ما يستولون على الحكم لا يحترمون تواقيعهم. هذه مسألة ليست جديدة، ولكن ما حصل في كركوك قبل أيام، قبل قرابة 10 أيام كانت هناك اعتصامات ونصب خيم وغلق الطرق وإحراق الإطارات تحت مسمى العرب والتركمان، وهم أصلا من الفصائل ومن العصائب تحديدا. الحكومة الاتحادية لم تحرك ساكنا، بمجرد يوم أمس خرجوا الناس العزل المدنيين من كون الكردي احتجاجا لقطع الطرق، جوبه بالرصاص الحي وراح ضحيتها 4 شهداء. فهنا التمييز العنصري والديماغوجي الواضحة على المكون الكردي لا يجوز كحكومة اتحادية أن تتعامل بمكيالين. لذلك الديمقراط الكردستاني حزب عريق من الأحزاب الأقدم الأحزاب تقريبا الموجودة في الساحة العراقية. رجوعه وعودته إلى مقاره في كركوك
وممارسة عمله الحزبي لا يشكل تهديد وخطر، وإنما يخشون من 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 الانتخابات للحزب الديمقراطي الكردستاني سوف يحصد الأصوات. أما المقر الذي حصل عليه الإشكالية، المقر عائدية المقر للحزب الديمقراطي الكردستاني، الأرض للحزب الديمقراطي الكردستاني، وبنى عليه مقر عام 2012 بأمواله الخاصة. أين المشكلة عندما قيادة العمليات أخلت المقر وسلمتها وفق الاتفاق الذي أجري بين قوى السياسية وبين الديمقراطي الكردستاني قبل تشكيل الحكومة وقبل التصويت على الحكومة؟ هنا أقحموا، ودعني أقول أحرجوا، رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني، وعندما قامت هذه الفصائل بخلق هذه البلبلة، والكل القاصي والداني رأوا أعضاء وقياديين في فصائل العصائب كانوا يهددون بالهجوم وقتل القتل على الهوية للمكون الكردي. تفاجأنا اليوم عندما سمعنا قرار المحكمة الاتحادية بتجميد قرار رئيس الوزراء. أول مرة تحصل يعني المحكمة الاتحادية تجمد قرار رئيس الوزراء، وكأنما يعني أصبحوا أيضا حتى أحرجوا القضاء، يعني وكأنما المحكمة الاتحادية شغل شاغلها حل نزاعات ومشاكل الإطار التنسيقي. أحرج القضاء، الكل الشعب العراقي يحترم القضاء وأمله الوحيد في العراق هو القضاء، ولكن القوى السياسية المتنفذة والتي بيدها السلطة يحرجون القضاء ويحرجون رئيس الوزراء وكل دعني أقول مؤسسات الدولة. يوم أمس أعطى تعليمات رئيس الوزراء بمنع التجوال وفرض حالة منع التجوال في كركوك. دعني أقول الفصائل التي كانت دعني أقول سدت الطرق وأحرقت النيران في الإطارات ونصبت الخيام بالاعتصامات لم تلتزم بحتى هذا القرار. نعم. وكانوا يتجولون ويصولون ويجولون في كركوك. طيب. لذلك الاعتداء ومظلومية الشعب الكردي منذ عشرات السنين. نعم. لا يسمح بهذا الاعتداء. لا يسمح. الكرد وكردستان والديمقراطي. نعم. لا 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 نقول أن كركوك. طيب دعني أعود لك لاحقا لأعطي الفرصة لي. لا نقول أن كركوك كردية، كركوك كردستانية فيها. نعم. عرب وتركمان. نعم. سيد البرزنجي، برأيك هذه الاتهامات يعني ليست بالهينة؟ قوى الإطار لا عهد لهم ولا ميثاق، الحكومة ربما اتهمت بالتقصير، أو أن رئيس الحكومة العراقية لم يكن باستطاعته أن يدير الأمور، فلذلك كما تدعم قوات الإطار بأنها هي المتحكمة في مجريات الأمور. برأيك هذه الأزمة ستمضي و تتصاعد في ظل قرار المحكمة الاتحادية، في ظل سقوط قتلى، في ظل تمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعودة، خاصة أن انتخابات مجالس المحافظات ستجري نهاية هذا العام، وحضور الحزب من وجهة نظره يعد ضروريا وهام. نعم، شكرا جزيلا لجنابكم الكريم ولقناتكم الموقرة. أنا أعتقد أنه هناك يعني واقعا 6 سنوات منذ عام 2016 إلى الآن لم يحصل أي تشنج بين المكونات، ولم يكن هناك دور كما يحاول الديمقراطي أن يعني يشوه ويشوش الصورة الحقيقية في كركوك ويخلط الأوراق. أولا الحكومة ملتزمة تماما بالاتفاق الذي تم، والديمقراطي كيانا سياسيا له تمثيلا في المؤسسة التنفيذية وفي المؤسسة التشريعية ومناصب سياسية وسيادية وحتى في القضاء له ممثل، وبالتالي هناك توازن كبير في مؤسسات الدولة للديمقراطي، ولا أحد يعترض أو يمنع وجود الديمقراطي في كركوك. ودلالة على أن هناك كذب وتلفيق، أقول قضية واضحة، قبل مدة السيد وزير الداخلية المحترم الشمري مع السيد يعني السيد قاسم الأعرجي ذهبوا مستشار الأمن القومي إلى كركوك وسلموا أحد المقرات إلى الديمقراطي. الاعتراض كوادرهم الآن موجودة، ويعني كوادرهم السياسية وعملهم السياسي متواجد في وسط كركوك. كذلك بيان الاتحاد بين كثير من القضايا التي تنافي ادعاءات
الديمقراطي للأسف الشديد. أنا أعتقد أنه في هذه الحركات الديمقراطي خسر كثيرا عندما تتهم المحكمة الاتحادية قبل قليل تصدر تغريدة وموقف من السيد رئيس الحكومة في إقليم كردستان ويصف قرار المحكمة بالهزيل، وكما وصفها سابقا السيد مسعود البرزاني بمحكمة الثورة. هذه التصريحات المتشنجة، هذه الاعتداءات المتكررة على المؤسسات التشريعية والقضائية تدل على أن هناك فصيلا سياسيا يعتدي إذا لم يتفق قرارات المحكمة أو قرارات المؤسسة التنفيذية أو التشريعية مع مزاجه السياسي. طب كان من المفترض أنه الديمقراطي يطمئن الناس. من احتج سيد الكريم؟ من احتج؟ من قطع الطرق؟ من أشعل أو أضرب النيران في الإطارات؟ أهم أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني؟ يعني وأريد توضيحا، هل أنت تتهم الحزب الديمقراطي أو هناك جهات في بغداد من قوى الإطار تتهم الحزب الديمقراطي بالكذب والتلفيق بين قوسين؟ أولا نحن نقول هناك خلق روايات وصناعة محتوى هو غير واقعي. لا نقول أنهم يكذبون، حزب له يعني حقيقة تاريخ ومشارك وفاعل ومحترم، لكنه هذه الخطابات المتشنجة هي غير منتجة، وبالتالي هناك تصعيد إعلامي منذ يوم أمس، تحشيد عسكري من قبل الإخوان في الديمقراطي الكردستاني إلى منطقة تسمى بردية وهي قريبة على كركوك، عسكري، ويعلنون ذلك بمعنى أنهم رفعوا علامة الحرب على كركوك وعلى القوات الاتحادية ويتهمون القوات الأمنية بقتل المتظاهرين. وهنا نتساءل، متظاهرين 7 أيام من العرب ومن التركمان، وما حدث في المحكمة الاتحادية، هذا توضيح لجنابك حتى يفهم المتلقي، أحد شيوخ العرب في كركوك قام بدعوى قضائية قدمها للمحكمة الاتحادية على مقر واحد فقط. أنا أسأل لماذا هذا الإصرار على هذا المقر؟ وهو ليس عائد، أتحدى من قناتك أن يأتني قادة الديمقراطي بمستند واحد يقولون أنه هذا المقر هو عائد ملكيته إلى الديمقراطي، لكن هذه دعاية انتخابية مبكرة كما تفضلت في سؤالك من الشطر الثاني، ومحاولة إلى العودة بطريقة القوى وزج القوات العسكرية والأمنية التابعة للديمقراطي في المحافظة. هذا ما يرفضه الجميع، هنا قوات اتحادية تحمي جميع المكونات وتحافظ على الجميع. يؤسفنا الدماء التي سالت، والرحمة والمغفرة للشهداء الذين سقطوا. شاهدنا وشاهد العالم أنه المتظاهرين الذين أخرجهم الديمقراطي في مواجهة المتظاهرين أمام المقر العمليات المشترك كانوا يحملون السلاح، فكان هناك تبادل وحرقوا السيارات وقالوا هتافات شوفونية عنصرية قومية تجاه المتظاهرين هناك. طيب. نأسف طبعا، أنا لا أريد أن يكون هناك الوضع ملتهب، الوضع مسيطر عليه وانتهى الأمر، والسيد رئيس الوزراء وجه القوات الأمنية بالتعامل بحذر مع أي طرف ممكن أن يرفع السلاح في محافظة كركوك. طيب أستاذ عماد، ما هي الخطوة التالية لحزب الديمقراطي الكردستاني طالما أنه يرفض كل هذه الإجراءات الحكومية ويعترض على حكم المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ إخلاء مقر العمليات المشتركة في كركوك وتسليمه للحزب؟ يا سيد الكريم، من المعيب جدا عندما نسمع أصوات نشاز في بغداد تتحدث عن عائدية أرض أو عقار للدولة، وفي بغداد قبل أسبوع أو أكثر من أسبوع تدخلت المرجعية الرشيدة مكتب السيد علي السيستاني في إعادة الأراضي المغتصبة من قبل الأهالي، أراضي الأهالي المغتصبة من قبل الميليشيات والعصائب وغيرهم، ناهيك عن بيوت المسيحيين الذين هجروا من بغداد ومحافظات. الأحزاب استولت على أملاكهم وعقاراتهم، الآن أصبحوا أشراف يبحثون عن عائدية المقر. هذا المقر يعود للحزب الديمقراطي الكردستاني، نقطة لا سطر. أما عن التظاهرات السلمية، منذ متى كانت قوى الإطار ديمقراطية وتسمح بالمظاهرات السلمية؟ ولماذا الحكومة لم تتدخل طوال 10 أيام من الاعتصامات؟ وكل العالم رأى الاعتصامات في بغداد في ساحة التحرير، 1000 قتيل و30 ألف جريح. هذه الأكاذيب لن تنطلي على الشعب العراقي،
كركوك كردستانية وليست كردية. عندما نقول كركوك كردستانية أكثر من نصف سكان كركوك هم مكونون لا، لكن الدستور الدستور المادة 140 من الدستور أستاذ عماد لم يقل ذلك. المادة الأرشيف المادة 140 من الدستور يعني عدت كركوك من المناطق المتنازع عليها، لم يحسم موضوع كركوك. أستاذ طارق تفضل يا سيدي. أستاذ طارق تفضل. نعم 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 لم يحسم، ولكن أكثر إحصائية وتعداد عام للسكان العراقي معتمد عليه في سجلات الدولة العراقية إحصائية أو تعداد عام 1957، نسبة الكرد 48.2% في 57، ونسبة العرب 28.2، ونسبة التركمان 21. في 77 بعد 20 سنة نسبة الكرد أصبحت 38 والعرب 45 والتركمان 17. في 97 أصبح الكرد 21 والعرب 72 والتركمان 7. القاصي والداني يعرف كركوك طوال 50 أو أكثر من 50 سنة تعرضت إلى التعريب والتهجير القسري للمواطنين الكرد ومصادرة أموالهم وأملاكهم، والآن أيضا التعريب جار على قدم وساق في زمن المحافظ راكان الجبوري. وهذه الأكاذيب التي يدعون بها الفصائل والميليشيات ليس حبا بعرب كركوك ولا التركمان، وإنما نكاية بالديمقراطي الكردستاني لأنه لا يقبل الإملاءات الذين خارجين عن القانون. نعم طيب. الصوت انقطع. طيب أستاذ حيدر، يعني أقل من دقيقة من فضلك قبل أن أختم، يعني وحتى أكون موضوعيا بمشاركة الطرفين أي ضيوفي، أريد كلمة أخيرة أو تعليق أخير من فضلك. نعم. أن يكون موجزا تفضل. يعني في الحقيقة أنا أعتقد أنه هذا الخطاب الاتهام وكيل الاتهامات لا ينفع، لا المحافظ كمسؤول وحدة إدارية وأمنية يتهم ويخون، السيد رئيس الوزراء يتهم بإعلامهم ويخون، المحكمة الاتحادية تتهم وتخون، الاتحاد الوطني الكردستاني الشريك الأكثر عدد مقاعد في محافظة كركوك وكان المحافظ ورئيس مجلس المحافظة منه يتهم ويخون. فقط الديمقراطي الكردستاني هو الذي يدافع عن حقوق الأكراد في كركوك، وهو الذي يريد أن يجعل كركوك يعني مدينة التآخي والسلام. أنا قلت 6 سنوات 7 سنوات عندما خرج الديمقراطي كانت هناك تعايش سلمي كبير بين مكونات المجتمع في كركوك، وبالتالي نحن مع التهدئة مع الوئام مع السلام، لا مانع من ممارسة الديمقراطي مهامه السياسية، لكن لا يمارس مهاما بوليسية واستخبارية ومحاولة للتكريد كركوك مرة أخرى. شكرا لحضرتك. من بغداد حيدر البارزنجي الباحث السياسي، وشكري كذلك من أربيل العماد باقلان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شكرا جزيلا لكما.